بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج اوتوكاد بلان 3D، هو برنامج خاص بعمل المحطات. هو برنامج شبه الاوتوكاد تمام، وسهل جدا في التعامل معاه، ونفس فكره الليارات، نفس فكره الفيو وهكذا. خلينا نبدا مشروع جديد. هقول له انا عايز ابدا مشروع جديد، بلاقي بروجكت نيو، فاقول له ابدا مشروع جديد، بيقول لي عايز اسميه، فسميه احمد على اسم جده، سميه بلانيت. طيب الاوبشن عايز تسمي، في حاجه اختياريه ان انت تسمي وصف، فاولو 3D تمام. عايز تسيف في الفولت، ده حاجه خاصه بالديسك وتنظم الشغل، ولا عايز تسيف في المصارع دي؟ اقول له نيكست، بيقول لا اختار الوحده امبريال ولا متريك، فبقول له متريك. وبعد كده بيقول لي عايز مليمتر ولا انش، فبقول له مليمتر، بقول له نيكست. فهنا بيقول لي اختار البايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام تمام، الاعداد بتاعته، فبقول له مثلا اللوحه دي هتخزن فين، والرموز اللي انا هستخدمها انهي رموز، هل هتعتمد على البي اي بي ولا الايزو ولا الدي اي ان ولا جي اس ايزو، فبتشوف انهي اعدادات، وممكن وانت شغال تعدل الحاجات دي تمام، تختار رموز غيرهم، بس ده هيبقى الافتراضي بتاعك وانت شغال تمام. فبقول له نيكست. عايز تخزن الملفات بتاعت الموديل دي دبليو جي فين، عايز تخزن الملفات بتاعت الشيتات فين تمام، مجرد لو انت عايز تغير الفولدرات بس هو حاططهم بطريقه منظمه، بقول له نيكست. حدد الداتابيس الاعداد بتاعتها، السيكوال سيرفر، الاس كيو ال لايت، نيكست. طيب هقول له فينش، هيبدا يعمل لي المشروع بتاعي بحيث ابدا اشتغل عليه. طيب دلوقتي هدخل هنا في اللوحه هنا. طيب لو انا عايز اعمل لوحه من الحاجات ديت، هاجي هنا مثلا على البلانيت واقول له نيو دروينج تمام. هسمي اللوحه دي مثلا 13، الاسر عمر، الفولدر باص، الدي دبليو جي تمبليت، لو انت عايز تختار تمبليت معين تبدا بالشغل بتاعك، وبعد كده هتقول له اوكي، هيبدا يفتح لك اللوحه بالشكل ده. طيب احنا اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا هنعمل جريد، تعال نرسم جريد وبعد كده نحط فوتنج، ده بس ايه في الفيديو دوت تمام. فاجي هنا هقول له انا عايز جريد، هقول له هنا جريد تمام. هسمي الجريد ده ايه؟ هسميه جريد. طيب الاكسات في الاكس وفي الواي تمام، هنا عندي 0 و4000 و10000، ممكن ازود واحد كمان مثلا 12000، دي المسافات اللي هي بين الاكسات تمام، وخليها مثلا 16000. طيب عايز ابدا هنا الاكسات تاخد التسميه، فبقول له ابدا خد التسميه. طيب والناحيه الثانيه هقول له اعمل لي مثلا 5000 6000 تمام، اقول له خد الحاجات دي. طيب وبالنسبه للزد زي ما هي مفيش مشكله تمام، هو هنا مسميها الاكسات بنفس المسافات تمام، هقول له كريت، فعمل لي الاكسات بالشكل دوت تمام. طيب هبدا عايز ابدا احط مثلا الفوتنج، الاعدادات هي بتاعت سيتنج بتاعت الفوتنج، هبدا ادخل هنا في الفوتنج، هقول له مثلا انا هشتغل الافتراضي بتاعي اللينس قد ايه، الويدث قد ايه، الدبس قد ايه، الستاندرد اللي هشتغل بيه انهي واحد، الكود اللي هتشتغل بيه انهي واحد. اوكي بعد ما عملت الاعدادات تمام، هقول له انا عايز فوتنج، وابدا احط الفوتنج هنا تمام. ده نزل 2D ده ولا ايه؟ ده في كده ايه حاجه غلط تمام. لا مفيش حاجه غلط ولا حاجه، هي بس الموضوع الفيو هنبدا نظبطه تمام. طيب هنا بيقول لي هنا شغال باللاين مود، هقول لا طب شغال لي كده السيمبل مود كده، شوف شكله عامل ازاي. طب الاوتلاين مود، طيب الشيب مود، موديل هتبقى بالشكل دوت تمام، وهكذا بقيه العناصر هنبدا نشوفها في الفيديوهات اللي جايه، ازاي ارسم ممبر، ازاي ارسم ستير، ازاي ارسم بليت، ازاي ارسم ليدر، كل الحاجات ديت. لو انت بصيت في المشروع في الشغل هتلاقي ان الحاجات كلها اغلبها موجوده في الاوتوكاد العادي، هو بس اضاف بعض الاضافات المناسبه للبلانت، زي ما في اوتوكاد ارتكشر في بعض الاضافات خاصه بالارتكشر، واستراكشر في حاجات خاصه بالاستراكشر، وام اي بي وهكذا تمام.